بس طيارتي شو اسوي؟ اجليها واحنا ندفع التذكره. نشكرك نشكرك. شلون الشباب؟ اهلا اهلا مرحبا. شلون صحتك؟ السلام عليكم. اهلا بسياده المحافظ. الاخت من السويد. صوره مع سيد المحافظ. تعالي هنا لحد، تعالي هنا. اي والله. انتم من وين جايين؟ من السويد. من السويد. من السويد. ايه. انا الان دا اصور برنامج والسيد المحافظ. نعم. تحكي لي بصراحه افتريتي بالموصل؟ ايه صار لي 3 ايام. شلون هالموصل؟ كلش يعني كانه المحافظ ما موجود. لا لا بتقدم وكلش حلوه ويعني تعجبت. تعجبت. كلش والله يحفظكم. والله يخليك سيد المحافظ موجود الان. الله. شنو اللي عندكم من ملاحظات ممكن تقولوها له؟ يعني هو ما نقدر نقول اي ملاحظه. لا بالعكس انا متقبل يعني. لان الموصل بتقدم مزدهر. عشان هذه بشهاده عراقي جاي من السويد. اي مزدهر يعني دي يتقدم. حضرتكم من يا قوميه؟ احنا مسيحي. أي. انا مسيحيه. اي اي أتشرف. رحتي؟ لا من بغداد. أنا من بغداد. بس ولادتي موصل. ولادتي بسرج خالة. أختي العزيزة. هسا فرصة طيبة إنه التقيتك. والله الصدفة جمعت. إيه صبت. أنت الآن أريد من عندك رسالة إلى أهلنا وأخوتنا المسيح. إيه. تقولي لهم تعالوا إنه البلد. البلد. الموصل تمام. كلش مزدهرة وبتحسن ونظيفة يعني ودي يبلطون الشوارع وماكو أمان. أهم شيء الأمان وماكو كل شيء يعني. يقولون هنا المسيحيين هنا أنا أسمع أكو ناس مغرضة يقول يتعرضون يعني لتمييز صحيح؟ لا ماكو كل تمييز. ماكو. وأنا جيت خطار عند أخواني المسلمين اللي عمر عايش عندهم. أي والله. مشاهدينا الكرام هاي الشهادة. نومتي وقعدتي ودي يودوني وحتى ودوني على شيخ متي أول من إجيت. ودوني على شيخ متي وشيخ متي هو نفسه. زين. يعني ما تغير. خلينا أسألك مدام المحافظ ما موجود. ما تغير. والأخوان أيضا موجودين. الكنائس والأديرة اللي موجودة هنا. موجودة. يعني الدولة اهتمت بها لو بس ما لا تزال. كلش تهتم لأن هاي مار جورجيز شفتها دي. رحتي لها؟ هنا مار جورجيز. أي. يعني الحجار والهاي دا يبدون يعمروه. أي. كان شوية مهدوم دا يبدون يعمروه ومهتمين بهالمواضيع. بعد هذا السيد المحافظ مشكرك يعني. كنيسة البشارة شفتيها؟ كلش كلش. إيه ودوني على كل مكان. أتمنى والله تودوها للحمدانية يعني لازم تشوفوا ديدس. إن شاء الله راح أبقى. هاي برنامجنا. راح أبقى 15 يوم ولو أنا أعرف هالشكل كان أكثر بقيت. بس طيارتي شو أسوي؟ أجليها وإحنا ندفع التذكرة. نشكرك نشكرك. شوف سيادة المحافظ أنا هاي الرسالة من أهم الرسائل التي يجب أن تصل إلى العالم إلى شعبنا وأخوتنا المسيحيين. هذه المرأة المسيحية وهذه العائلة المسلمة هذا التعايش الجميل الآمن. أهلكم بيوتكم محافظتكم دياركم موجودة. ترى العراق اليوم يختلف عن عراق الأمس. هاي مو رسالة. أنا مو سياسي. أنا ما أسوق وأنا ما أكذب على الناس ولذلك أنا أحتفي بكل تجربة ناجحة.